ما انا عايزه اسالك على الناس اللي بتاخد الفيتامينات بعد ما بتعمل التحليل، يعني تشوف ايه اللي ناقص عندها، ولكن بتفضل تاخد الحاجه دي مثلا فترات طويله، يعني عملت التحليل طلع عندها نقص في الحديد، طلع نقص عندها مثلا في الكالسيوم مثلا او في فيتامين د، بتفضل تاخد الفيتامينز دي او الحديد فتره طويله، سنه سنتين، اصلا عندي مشكله في الحديد فانا ايه لازم استمر على الحديد لان انا اصلا طبيعه جسمي كده. المفروض بعد ما بعمل التحليل اقعد فتره قد ايه اخد الفيتامين او المالتي فيتامين او الحديد اللي كان ناقصني، وهل اوقفه من نفسي ولا اتصرف ازاي؟ تمام. الادويه وحتى الفيتامينز جرعاتها مدروسه، وحتى كميات الكبسولز مثلا 60 او 30 مدروسه، فتاخذيه شهر تاخذيه شهرين على حسب النقص اللي موجود. يعني الدكتور بيقول لك خدي علبه او علبتين لتخلص، بنرجع بنعمل تحاليل مره ثانيه. هي اذا كان عندها نقص فيتامين د او كالسيوم او سي، يعني عندها نقص حاد او مينرالز حديد او معادن بالجسم، بتاخذ الكورس سواء علبه او علبتين على حسب شو طلع عندها بالتحليل النقص، وبعدها بترد بتعاود التحليل مره ثانيه. اما بالنسبه للصحه وللبشره ولحالات معينه غير مرضيه بينصحوا فيها انه ياخذوا الفيتامينز، مثل مرحله الحمل، الرضاعه، البنات لما بيكون عندهم بيريود مده طويله، ايامها طويله او غزيره، بدايه عمر الثلاثين وبدايه عمر الاربعين، كبار السن، الاطفال الصغار. هلا اذا في سؤال خاص للاطفال امتى بياخذوها، بس هدول المراحل لازم. حالات مثلا طلعت من بعد عمليه جراحية، حالات عندهم أمراض كانت مناعية تعالجوا منها، في وهن بالجسم، في ضعف لسبب أمراض معينة وتعالجوا منها، هاي الحالات لابد أنه ياخدوا فيتامينز، ياخدوا فيتامين سي، ياخدوا مالتي فيتامين، ياخدوا أوميجا 3. طبعا كل حالة على حدة، يعني كبار السن لهم جرعات معينة لهم، المرأة كمان فوق سن الأربعين أو عند انقطاع الطمث، المرأة أو الرجل بعد سن الثلاثين لما بيبدأ الكيرف بناء الخلايا بتضلها بتبني، بتبدأ الكيرف ينزل بعد سن الثلاثين، بلش يعني خلايا اللي بالشعر اللي بالبشرة بتبلش ما تنمو وإنما تهدم. بالضبط، بيقولوا الكيرف بينزل عندهم. هم وقاية ليوصلوا لسن الأربعين. بتكون بادي كويس كده شويه حضرتك، واحنا كل ما نتكلم عن سن ال 30 سيادتك معانا في الموضوع كده من اول الحلقه عمالين تقولوا ال 30 ال 30 احنا يا اخوانا دخلنا 30 هنموت. ماي جارتك ايه وساكته يا ماي؟ ماي تسنيم انا فوق ال 40 وانا بقول لها جارتك اهو، جارتك اهو الدرجه اللي فوقيكي. ما هو من بدايه ال 30 نبدا ننتبه انه احنا بعد 10 سنين مقبلين على مرحله ثانيه، فلازم ناخذ وقايه. اوميجا 3 مطلوب، فيتامين سي مطلوب، يعني حتى 1 جرام كل يوم كبسولة من فيتامين سي لحاله مو مالتي فيتامين مطلوبة. ودائما أنا بقول إذا تاخدوا هاي الفيتامينات بهالمراحل أو بهاي الحالات المعينة اللي ذكرتها، بتاخد كورس علبة ومنريح جسمنا شهر ومنرد بناخد مرة تانية. ليش منريح جسمنا؟ لأنه الكلى، لأنه في فيتامينز بتدوب بالماء مثل سي وبي، فهي بتطلع مع البول، في فيتامين تطلع الزياده مع البول اذا كان الجسم خلاص يعني اخذ حاجته منها. اما باقي الفيتامين ادك اللي هي اي دي اي كي، هاي الفيتامين دائبه في الدهون، يعني ممكن تتخزن بالكبد بما انه الكبد بيخزن دهون بالجسم، فزياده على مدى طويل زياده من هاي الفيتامينز ممكن تؤدي الى سميه اذا تراكمت بكميات كبيره لانه بتتخزن في الدهون. فبالتالي بدنا ننتبه كمان انه لازم الجسم يرتاح.